مساء الخير عليكم أصدقائي. قصة اليوم قصة حقيقية أحدثت بالرياض، واللي ما يعرف الرياض وين، يعني بالسعودية، ومشهورة السعودية بمجموعة من القصص المنوعة المرعبة. وهاي القصة متأكد ما حد سامحها قبل، وانتوا تعودتوا من عندي أجيب لكم الجديد فقط، فلا تنسوني بالدعم وحاولوا تشاهدون القصة مشاهدة كاملة، فقط هذا اللي مطلوب من عندكم. وذكروا لي الله يا جماعة الخير، وصلوا لي على الحبيب المصطفى، لأن الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي بقصتنا. اسمي نواف، وتركت الرياض تقريبا لما كان عمري حوالي 19 سنة، ورحت الجازان اشتغل هناك، وكنت ثابت ومستأجر، وكانوا بيت عمي قريبين علي، وكانت حياتي طبيعية. بيوم من الأيام بعد تقريبا أكثر من 6 سنوات، اتصل علي الوالد، وأنا كنت أحب الشغل يعني مو طبيعي، أقعد من الصبح ودائما نشط على الشغل، أريد أجمع فلوس وأريد أصير يعني من أصحاب المال، لأن تأذيت في فترة لما كنت صغير. الوالد كان موظف وعلى قد حاله، وعدنا بيت حتى مو كامل. اتصل علي والدي وقال لي: اسمع، جيراني ابو عبد الله يريد يبيع البيت. البيت هذا كان بصفنا، واصلا احنا مشترين نص وذاك مشتري نص. البيت هذا جميل جدا ومرتب، وكانه واجهته وحده ببابين، لكن السطح مشترك فقط، يعني احنا ما نقدر نصعد على السطح نهائيا، لكن ابو عبد الله يقدر يصعد، لان الغرفه اللي طلعك للسطح كانت موجوده. هذاك الجزء بغرفه ثانيه مثل مخزن، موجوده على السطح بها عده اغراض. فالوالد اقترح علي اشتري هذا البيت، وقال لي: هاي صفقه العمر، وحرامات تطشر فلوسك وتوديها لغير مكان. الرياض جميله جدا، واحنا هنا اهلك وقريبين، وانت براحتك. لان هو سمع قبل فترة انا رد اشتري بجازان واستقر، وجلس الوالد يقنعني، وبعد ما اقتنعت اجيت حتى اشوف. بذاك الوقت سألته، لان فترة طويلة ما اجيت على اهلي، قال لي تركوا البيت وصال لسنة متروك. المهم الرجل كان موجود هو وعائلته بالبيت راجعين من سفر، رحت وقلبت البيت، وفعلا يشبه البيت مالتنا وبي شغلات بسيطة فقط. فاتفقنا على البيعة، وصارت البيعة سريع سريع وتحول باسمي، لكن البيت معزول وما راح تقدر تفتحه مرة ثانية على ذاك البيت، وأصلا هو بيت وحده. الصراحة ارتاحت لما اشتريته، وفرحت لأن جنيت تعبي مال السنين اللي أني تعبتها. وبعد ما صار لي بيت حبيت الرياض، وكانت بابي مسدودة ومتعود على الهدوء، وما أحب أحد يزعجني. بيوم من الأيام ما كنت أعرف أنه أهلي طالعين من البيت، سمعت صوت فوق السطح، اتفاجأت جدا هو من اللي صعد، وأصلا الصعدة من بيتي، وأنا ما حطب عليه، معقولة أطفال أخت اللي جوي ولا أطفال أخوي؟ لأن ذاك البيت كانت بي تقريبا 3 عوائل إلى 4، يعني أحيانا تجي أختي أحيانا أختي الثانية المتزوجة. فاستغربت، معقولة الأطفال صعدوا فوق وزعجوني لأن بدوا يركضون ويسوون دوشة عالي. حملت حالي وطلعت بالحديقة أتمشى، لأن احنا سوينا باب يعني تعبر على البيتين بمكان ما نطلع من برا من الشارع نقدر من الداخل. ودخلت للبيت وسألت، قالوا لي أهلك طلعوا. لقيت زوجة أخوي وقلت لها شنو هذا الصوت الفوق، قالت ما أعرف، الأطفال كانوا يلعبون، احتمال طبوا وصعدوا. قلت احتمال يعني طبوا واني ما ادري، لان الغرفة اللي انا كنت بيها من عزلة، وساد الباب علي، يجوز طبوا على كيفهم وصعدوا، وانت تعرفون الاطفال شوية حركين. فرحت اتمشى للبيت طبيعي، صعدت فوق ما لقيت اي احد، زي الاطفال وين راحوا. نزلت مرة ثانية ورحت وقلت لها الاطفال ماكو، كانت تقول لي لقيتهم بالغرفة يلعبون وسادين الباب عليهم، وكانوا بالطابق الثاني اصلا. قلت لها لعد من اللي كان صاعد فوق، قالت ما ادري، وقامت تضحك علي وقالت لي احتمال عندك جين بالبيت، انت مو تدري البيت كان متروك. وحتى اكون واقعي وياكم،
بعد ما طلعت من يمها الصراحة انتابني شعور بالخوف. رحت أتمشى ودخلت، فبديت أصنت أخاف. لا يجوز، أنا ما متأكد، ما معقولة. لا بس الصوت كان واضح. رجعت دخلت للغرفة وجلست وشغلت التلفزيون مرة ثانية. ذاك الوقت وأنا جاي طالع سمعت صوت حركة بداخل البيت. رحت أركض باتجاه الباب وفتحتها وناظرت، ما لقيت أي أحد. سمعت صوت أخذ قلبي وياه، الباب مار السطح الفوق ضربة ضربة قوية. بعد الخوف قلت لا، لأن الجو كان بهو احتمال انسدت لأن أنا نسيت أسده. خلي أصعد وأسد الباب. صعدت أتمشى وصار عندي فضول. دخلت بالسطح ناظرت، ما كان أكو أي أحد. وهنا ثبت لي اللي كان يركض، والصوت اللي سمعته ما كان أصوات الأطفال، وبعمرهم ما طبوا لبيتي لأن الأرضية كانت تراب، فأكيد راح تصير آثار أقدامهم، لكن موجودة بس آثار أقدامي فقط. المهم بديت أطالع من فوق السطح على الحديقة مال المنزل والشارع، وبعدها شعرت أكو أحد وراي، أو شعرت بحركة غريبة. التفتت وكان علقة كأنه قرد جالس على الستارة أو البناء اللي يصير داير مداير السطح، وأول ما شافني نزل. ولحد الآن أتذكر عيونه اللي كانت صفر. كان كائن وأشبه بالقرد نوعا ما، لكن مو قرد، وجسمه كله مكسوب الشعر. واللي كان مميزه ويخلي الواحد يرتعب منه هي عيونه اللي كانت باللون الأصفر اللي كأنه أضوية ومشتعلة. وبعدها نزل. رحت أركض بالاتجاه اللي نزل منه واختفى مباشرة. رحت أركض باتجاه الباب، الباب كانت مفتوحة وانسدت بوجهي كأنه كواحد بداخل البيت ضربها. بعدها بديت أصرخ ونزلت أركض، مباشرة عفت بيتي ورحت على بيت أهلي وبيت والدي. دخلت وانا خايف، وسألتني زوجة أخوي شكو، قلت لها كذا. كان أخوي أستوى جاي سألني شبيك، قلت له شفت كذا وكذا. بدأ يضحك علي ويقول لي جيراننا هذا عنده قرد مربي، وأحيانا القرد ينهزم من عنده. وبدأ يقول لي مو لونه بني، قلت له لا لونه أسود وعيونه كذا. قال لي انت متوهم يا رجال، ودنيا الليل وما شفت عدل بهالأثناء، أجو أهلي كذلك شافوني أصفر، حالتي حالة، وقمت أخاف أدخل للبيت. وبهذا اليوم نمت أصلا يم أهلي، وباليوم الثاني كذلك. أنا أدخل ما أعرف شي يصير بي، لغاية ما الوالد حس أنه أنا بي فت حاجة ما مضبوطة، وراح وداني على شخص يعني جيراننا بنفس المنطقة شوية بعيد يرقى الناس ويقرأ عليهم. رحت جلست يم الرجل وأنا جالس، حط إيده على قصتي وبدأ يقرأ علي آيات من القرآن، وقال لي إن شاء الله مشافة ما بيك أي حاجة. وهالرجل المطوع أو الراقي سمعني كلمة، وهاي الكلمة حيل تخليني أنفعل، لكن تحملت بالقوة. قال لي أنت رجال وكبير، عيب عليك تخاف، شد حالك. لما سمعت هاي الكلمة قمت أنا والوالد بعدين طلعت، والوالد قال لي شبيك؟ قلت له ليش يتكلم هيج؟ قال طبعا وديتك علي، أنت خايف من قرد ما أعرف شنو شايف فوق. قلت له خلص، ورحت نمت ببيتي وأنا خايف. عد علي يوم من أسوأ الأيام، شغلت يعني التلفزيون بعلو صوته في سبيل إذا أكو حركة أو شي ما أسمعه، ونمت والتلفزيون مشتغل عالي. وبعدين صحيت لما انقطع الصوت، كنت مطفي الأضوية من هالقد ما خايف، وأصلا ما أقدر أنام إذا أكو أضوية. بلقو متحمل الضوء اللي طالع من التلفزيون، لكن بعد ما طفى التلفزيون انخلع قلبي وانا نايم. قعدت واني مفزوع، وشفت شخص او كيان مال شخص واقف بالباب، والعيون مالته كانت باللون الاصفر. الرجل هذا ما كان واضح لان الغرفة ظلمة، فصاير علي الظلام، ومن وراك ضوء فاكيد ما راح يبين منه شيء. والجن معروفين يعني اذا انت ناظرت عليه وظليت تطالع وكان مشكل، اعلم 100% وخلي يكون عندك يقين ما راح يختفي من بصرك الا تغمض عينك وتفتحها. وانا بذاك الوقت من هالقد ما مذهول وخايف
كانت عيوني مفتوحة باتجاهه، وحسيت كأنه كهرباء صعق جسدي. أحس نفسي مشنج وما أقدر أتحرك، وظلي طالع بي وما أعرف شون قدرت أسد عيوني. وأول ما فتحت اختفى، وسمعت صوت رقضة أو دربكة بالمكان مو طبيعية، وأحد البوب اللي بالبيت انضربت. أردت أقوم وأطلع، رجلي ما كانت تعيني. سحبت تليفوني حتى أخابر على أهلي، كان الوقت متأخر، وقلت ما أخابرهم راح يقولون أنت مجنون. وقررت أترك البيت وحوفة، وبعدها أروح الجازان واشتغل هناك واستقر وخلص بيت وصار عندي، لابد ما يجي يوم وينباع. وحسبت خلاصي لما نروح الجازان، لكن كنت مخطئ جدا. بعدها لميت غراضي وقلت لأهلي راجع الجازان. والدي قال لي شوف لك عمل هناك كذا، قلت له لا هناك مستقر بيت واشتريته. قلت له يريد أحد أخوتي يجلس بي، بس ما أنصح ترى البيت مسكون. أخواني قالوا ما نريد نسكن بي أبد، لكن خلي المفتاح عندنا، خاف نصعد للسطح. انطيتهم المفتاح، وبعدها هاني سافرت والبيت عفته هو وأثاثه اللي أنا اشتريته والأثاث اللي أصلا انعاف بي. ورحت الجازان أول يوم ما قدرت أشتغل، واليوم الثاني مأثر علي سلبا، عندي عصبية مو طبيعية، وإياه يشوفني بالشغل يقول لي أنت متغير، أنت كلامك ما أعرف شلون، وصرت ما أتحمل أحد، لغاية ما رفضوني من العمل اللي كنت أشتغل به. قعدت أسبوع كامل أدور على عمل لكن ما حصلت، وقررت أرجع مرة ثانية للرياض. وبعد ما رجعت كانوا أهلي كأنه ضامين علي حاجة، ما يخلوني أروح للبيت وأدخل، خليك ويانا أفضل، هنا احنا عندنا شغالة، نسوي أكل نسوي كذا. أنا كنت منعزل وآكل وجبات من برا سريعة، يعني وقتي ما كان منظم ولا حتى أكلي منظم. فقلت لهم خلص البيت أريد أجلس بي. جلس وياي والدي وكان يقول لي تدري أخوك أخذ جهالة وراح على أساس يجلس بي. وجلس يوم واحد وواحد من أطفاله انضرب على حلقة من العدم. قلت له يعني شون؟ قال بالغرفة يلعب هو وأخوه، أخوه طلع يروح يشرب مي والولد صرخ، طبوا عليه لقوا حلقة يجري دم، سألوه وقال لهم اجا طفل صغير بقدي راد ياخذ اللعبة مني وضربني على حلقي وطلع، والطفل ما كان يعرفه أصلا، وقام يصرخ وإجت مرة أخذت هذا الطفل وطلعت. يعني الموضوع كبير، لكن أنا ما كنت أعرف عندي نوع من أنواع المس، وقمت أضحك وقلت له لا يجوز جاي يلعب ووقع، وهذول أطفال يعني يختلقون صورة وهمية براسهم. وقلت له خلاص حتى ذا مسكون أنا أريد أروح وأقعد. جلست بي يوم واحد، وحتى أكون دقيق وياكم بهذا اليوم ما قلكم ما حسيت، لكن كنت فاقد الشعور وفاقد جزء من الذاكرة، كأنه هذا اليوم انشطب من حياتي. باليوم الثاني تقريبا على الساعة 8 قلت خلي أنا أسوي أكل لنفسي، طلعت دجاجة وقلت هاي أشويها، وكنت أحب أسوي أكلي بإيدي وترتيبات. جبت طاسة كبيرة وخليت الدجاجة بعد ما غسلتها، حطيت عليها التوابل وملح ورتبتها، قلت يعني تبقى ساعة ونص ساعة وأروح أدخلها للفرن. عفتها وغطيتها، رحت جلست شغلت التلفزيون، وكنت أحب قنوات يعني الأفلام والأكشن الأم بي سي وغيرها، وتنقل من وحدة لوحدة. كان أكو فيلم عاجبني وأنا جاي طالع عليه، سمعت القبق طاح من فوق الجدرية أو الطاسة اللي أني كنت مغطيها. قلت تصير ونوبات يعني الزحلق، لأن كان الغطاء هذا من فافون، وتعرفون أنتوا الفافون أحيانا لما تخليه على مكان شوية أصغر منه يزلق وينزل. فرحت فعلا لقيت القبق موجود على الأرض، وشلت الدجاجة من ميها وكذا وما أعرف شنو، رتبتها حطيتها بصينية دخلتها للفرن. بعد ما طلعتها من الفرن احترقت يعني، لكن مو كلها، ما نسيتها نهائيا، أقل نص ساعة لكن احترقت تماما يعني من فوق. وخرت الجلد شوية منها واخذت من عندها، ردت آكل بديت أرجع بسبب طعمها اللي كان سيء حرفيا. تخيلوا
أنا ضفت مواد عليها وتوابل وفلفل، لكن لقيت طعمها حالي، كأنه جاي آكل حلويات بقلاوة ولا كنافة بسبب السكر اللي كان موجود عليها. وبيني وبين نفسي قلت أكيد أنا متوهم، ودرت السكر بمكان الملح، لكن رحت وتأكدت ما كنت داير سكر، وتذكرت أنا سويت سلطة، وانتو تعرفون السلطة ما تقدر تخلي عليها ملح، فلفل، خال، حامض، اي حاجة ثانية الا تكمل الاكل، لان راح تتعب الاشياء وتصير يعني شكلها وطعمها مو طيب. فتذكرت قلت خلي اطلع السلطة اللي كانت بالثلاجة اللي اني ما حضرتها او ما جبتها لما جبت الاكل، وبديت اكل بي وما قدرت. طلعت السلطة وقلت اخلي عليها، وبعدين شلت من عندها يعني قطعة مال خس وخليتها بحلقي، وتفاجأت كان حالي كذلك. هنا تأكدت انه هذا الفعل فعل جن، لان عندهم هاي الخباثة وهواي مسويها ويا ناس وبيوت، يقعدون يمزجون المواد مال بيتك كلها، السكر على الشاي على القهوة اي شي صبوه، هاي اذا كانوا ما رايدينك وما متقبلين وجودك بالبيت. بعدها معدتي توجعني، فطلعت ورحت البيت اهلي. الوقت كان تقريبا على الساعة 11:30، وهذا الوقت يعني ما بي اكل. رحت للثلاجة من انا ما اعرف شنو، المهم اكلت يمهم وبدوا ينامون، فقررت اني اروح وانام بعد ما سمعت اصوات الاطفال العالي. رحت للبيت، رجعت مرة ثانية، سديت الباب، دخلت سديت البوب كله، لان صار عندي هوس. ومجرد ما رحت وجلست على الكنبة قلت انا عفت الباب، ورجعت تقريبا بالاربع مرات خمس مرات انسى الموضوع انه انا ساد الباب او اسمع احد يحاول يفتح الباب. وبعدها توجهت للغرفة، مددت بالفراش، حطيت الهيدفون والسماعات بذاني، شغلت اغاني وبديت اسمع. شايفين بين اغنية واغنية لما تنتقل يعني يسكت اجزاء من الثانية، لكن اكو اغنية عندي اصلا بيها فراغ بالبداية، فجنت اسمع صوت. شايفين الصوت او اقرب شي راح اقربه لكم، كأنه عندك نفايات مطشرة على الارض وبيها كياس، وكو قطط جاي تنبش بيها، يعني جنت اسمع صوت ما نبش حاجة. وخرت السماعات من نذاني وبديت اركز، فعلا الصوت كان بالبيت. الباب مال الغرفة كانت مسدودة، رميت الجوال وفتحت الباب واني خايف ومرعوب. بيني وبين نفسي قلت لازم اشد حالي ولازم اشوف شنو اللي جاي يصير بالبيت، ورحت اتمشى على كيف بخطوات ثقيلة باقدام اللي كانت حافية. وصلت لحد المطبخ، المطبخ كانت داخله انارة اله من برا، اضويته طافية، والبيت كان طافي كله من ما عدا اضاءة بسيطة اللي هي تصير لد وخافت. تمشي على كيفي واطالع، كان القى شخص جالس فوق المجلى مال الصحون، والدجاجة اللي انا تركتها نسيت خليها في ثلاجة او اكبها كانت موجودة على المجلى، وكأنه جاي ياكل من عندها. اول ما شفت ظليت واقف، لكن لحد الان انا بوعي وطالع عليه، وكان مدنق راسه وياكل. بعد ما رفع راسه وطالع بيه وشفته، اللي حدث ما كان متوقع نهائيا، كان فوقه رف، وهالرف هذا عليه عدة صحون وأواني وكلها من القزاز. كان متشكل أو متجسد بهيئة رجل، وأول ما وقف ضرب الرف كله براسه، وسقطت الصحون على الأرض، وهو يعني ما أعرف شلون طلع من المطبخ أو ما أعرف وين راح. لكن اللي كنت أتذكره بعد ما وقع هاي الغراض كأنه تقلص ولا صار مثل الظل أو الخيال، وإجا فات مني من لمح البصر. لحد الآن أتذكر جسده يوم اللي مشى على إيدي وقدمي. هالشي هذا كان مرعب جدا، وكان كفيل إن هو يوقف قلبي ويموتني بساعته. اتحملت شوية وبعدها ما أعرف شنو اللي أسوي، البيت وضعيته صارت مخربطة. أخذت تقريبا دقيقة وأنا صافن على الأرضية اللي انترست قزاز، وعلى الرف اللي سقط، وعلى هذا الشخص اللي كان موجود.
التفتت أريد أرجع للغرفة ولا أطلع للبيت يعني مال أهلي، وكان أشوفه واقف بأحد الغرف وماد راسه ويطالع بيه. هالمرة ما بيها أي مجال، وقلبي ما تحمل هاي الصدمة لغاية ما سقطت على الأرض مغمي علي. هذا الكلام كان الساعة 3، والساعة 4 احنا متفقين اني واخويا ووالدي نروح المحافظة الثانية التعدية تواجه. اغمى علي وما صحيت غير اهلي يدقون الباب علي بكل قوة، لكن كنت ما اقدر اقوم. وبعد الملحة الزايدة والدق ويرن الجوال واني ما اقدر اتحرك، كأنه العمود الفقر عندي انكسر ولا اقدر اتكلم. حاولوا يفتحون الباب وبعدها كسروا الزجاج وقدروا يفتحوه لان كانت مسدودة من الداخل. ودخلوا لقوني ممدد بالارضية مال المطبخ، وشافوا المنظر بعينهم، لكن بعد ما وصلوا فقدت الوعي تماما ونقلوني للمستشفى. واول ما دخلت للمستشفى الدكتور قال لهم عنده سكر. مع العلم اني ما كان عندي سكر نهائيا. قال لهم هاي نوبة سكر، ومبين علي سكر جديد، وبدوا يفحصون وكلها مهتمة بي. شنو اللي صار؟ قلت لهم اللي صار 1 2 3. ذاك الوقت صدقوا، لان هذا الرف من سابع المستحيلات يوقع وحده، واللي ثبت كلامي هو الكسر اللي كان بالخشب، لان كان مصنوع من خشب وزجاج بكسر قوي جدا. فالكل تأكد ان البيت مسكون بجن، واكو ناس احتمال ما يعرفون. احيانا تخاف خوفه يجي سكر من وراها الك، وهاي صارت قدامي بشخص ولحد الان حي يرزق من الخوف اللي صار بي. صار عنده سكر، لكن يقولون هذا مؤقت. المهم صار عندي سكر، صاحب القصة يقول. وبعدها صار اكلي خاص واتعب، ووالدي كان دائما يجيب ناس يقرون قرآن ويقرون علي كذلك، لحد ما قالوا البيت نظاف وانت ما بيك اي حاجة. وجلست بي اسبوع ما بي شي، لكن انا حالتي غير. اهلي يشوفوني طبيعي وانا اقول لهم لا، بي خوفة وبي رعبة. لغاية ما الكل مل من عندي، هواي اسأل بهالموضوع، هواي اتكلم، اخاف اوهس. قالوا انت حياتك كلها تغيرت، البيت ما بي شي جاي نقول لك، لان حتى احد اخوتي سكن وياي. بعدها بديت اتأقلم اكثر واكثر. بيوم من الايام اجتي اختي، وكانت عندها ولد 2، واحد اسمه عمر والثاني اسمه ايهاب. هذول الاثنين كنت احبهم ومميزين عندي، يشابهون واشكالهم متقاربة وحلوين، فكانوا لما يجون يدخلون يمي ويلعبون. بيوم من الايام هم كانوا جايين على الساعة تقريبا 11، وانا كنت جالس بالبيت. اجوا وطبوا علي وياهم واحد ثالث ما اعرفه. هذا منين؟ قالوا فلان. بدأوا ينطوني، وتعرفون أطفال ما راح يشرحون، وقلت احتمال هذا أقارب يعني زوجها ما أعرف شنو، وجاي وياهم طفل صغير. فبديت ألاعبهم ويلعبون وياي الحد ما راحوا ودخلوا للغرفة اللي أنا أنام بيها وسدوا الباب عليهم. رحت حتى أفتح الباب خاف يكسرون غراضي، ساعاتي، عطوري، ما اعرف الباب كانت متى انفتح. افتح الباب اصيح، فتحوا الباب وطالع بي واحد شكله غريب وسدها بسرعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا منو؟ بعدين يعني حاولت افتح الباب لغايه ما ضربتها بكتفي ضربه قويه وانفتحت. بعد ما انفتحت ما لقيت اي احد. وبعدين طالعت على الساعه، كانت الساعه 12. رحت البيت اهلي وسالت، قلت لهم أختي وين؟ قالوا أختك راحت من الساعة 10، ليش تسأل؟ والدي كان جالس. قال ليش جاي تسأل عليها؟ قلت له مو الأطفال جو يمي، وهذا الطفل الثالث منه. قال أي طفل ثالث؟ أي جهال؟ أي؟ قلت له بالغرفة. بدأ يطالع بي وقال لي تراني مليت من هاي الوضعية، مليت من وسواسك، جاي أوديك الناس يقولون ما بيك حاجة، يجون للبيت. المهم انهاريت بالصياح، ساعة غضب مو طبيعية، الحد ما اجى اخوي دفعني وطلعني وقال لا تجي بعد وتسوي لنا مشاكل، ابويا مريض وابويا كذا. المهم رحت دخلت وظليت اسب واشتم والعن، وكان اسمع صوت
ما ركض فوق السطح. قلت خلاص جن مو جن، أروح وأواجه. لزمت بإيدي يعني كانت عندي عصا وصعدت فوق، أتمشى على الدرج. فتحت الباب وناظرت، ما كان أكو أي أحد. مثل ما قلت لكم وذكرت ببداية القصة، إذا تتذكرون كانت أكو غرفة فوق عبارة عن مخزن. الغرفة هاي ما كانت فارغة بيها عدة أشياء وإلها شباك، ولقيت واحد كأنه لاطش بالشباك ويطالع علي. رحت على الباب وفتحتها، بعد ما فتحتها ما لقيت أي أحد. هسته وني دخلت وكان الباب تنساد علي، وصرت أنضرب من جميع الاتجاهات لغاية ما تعب جسمي وجسدي كله من الضرب. أصرخ ما حد يسمعني، أغمى علي وما صحيت غير الظهر. فتحت الباب ونزلت، الكدمات اللي على وجهي وعلى إيدي كأنه متعارك بشارع وإنسي اللي ضاربني. نزلت لأهلي والوالدي، شافني قال شبيك؟ قمت أبكي وقلت له أنتوا كلكم ما تصدقون، أنا ترى راح أنتحر وانهي حياتي بسببكم. الوالد بذاك الوقت قال مالي أي حيلة، راح أخذك الجدة، أنا وصفولي واحد. وفعلا أخذني الجدة وعلى إيدها الرجل هذا، وقرأت القرآن طلعت ممسوس من جن، وهالجن هذا ساكن هو وعائلته بالبيت بالفترة اللي انهجر به بحدود السنة، وانا كنت جالس وياهم، وانا كان غير مرحب بي بسبب شغلة سويتها أول ما دخلت البيت. شغلت بخور بالبيت وهالنوع ما والمهم أبد، فحبوا ينتقمون مني بطريقتهم ويطلعوني من البيت. الرجل قال البيت لا تتركه، صلاة مستمرة بي وقراءة قرآن لازم. الوالد عاف كل شي وراء وهو اللي جلس بي وصلى، وانا كذلك وياه. وهاي صار السنة تقريبا العاشرة وانا جالس بهالبيت، والحمد لله والشكر خفت كل هاي الأشياء. لهنا تنتهي قصتنا لليوم، وانتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.